هيوقعوا يا عبده بالراحه يا عبده. بصوا يا جماعه شوفوا النهارده يوم علامه اقسم بالله. والله يوم علامه. يلا لا يا محمد ما تركبش كده هتحوش يا عبده. امسكه امسك يا عبده. لا جنبي لا يا محمد هتقع والله لا تقع جنبي وربنا هتقع يا محمد. اسمع الكلام فشق يا محمد فشق يا محمد. اركب انت يا عبد اركب انت اركب انت يا عبد. شوف عبده استاذ استاذ ركوب حمير. الله يكسفك البدرو. والله العظيم النهارده يا معلم اركب يا عبد وعدلي يا عبد. اهو في الميه يا عبد في الميه في الميه. شي اركب يا نوسه وراه. يلا يا تخرب بيتك. بص كنت هقع فين والله العظيم كنت هنزل في بتاعه الذره والله كنت هنزل في بتاعه الذره بتاعه حته الحمار عسل اهو. يلا يا عبد يلا وقع وقع تاني يخرب عقلك. مش هركب هدي تحل صحيح. سامعين مش الحمار على طول بتيجي في الاخر كده يعني ايه والحاجه جاهزه تلقط على طول كده يعني ايه ما بيتعبش نفسه خالص. جعان جعان. اهو بص هو ومراته الاثنين الوحيدين اللي كل واحد ماسك له كوز اهم ما بيضيعوش وقت ابدا حتى مش فاضيين يسلموا. مش شغال مش شغال للبطن على طول. من الغيط من الدار للنار على طول. ايه يا خالته اهو شو سيوده سيوده بيعمل ايه اهو. اسكت يا سيوده. شاطر يا سيوده يا عسل. هات المقطع التوت. سيد سكرتك امك يا سيد. شفت سكرتك سكرت. حوش اخوك هيقع في الماي. اخوك هيقع في الماي. عديني سيد اهو المقطع اهو. ما تحرقوش الدور. شوفوا محمد عليه حروق والدور محروق. مش عامل حاجه وتعالوا انتوا اعملوا. لا يا خلاص ده انت ده بتعمل 100 100 شوي. والله ده هو اصلا احلى حاجه من ايد محمد على فكره. احلى حاجه اهو ايد محمد منين والله. والله ايد محمد احلى ضرب بيطلع منه. انا عبده حبيبكم. لا مفيش عبده. انزل امال اقلي. انا باكل بس شوف يا جماعه. نح والله يا جماعه جاي من الغيط والله عسل اهو لسه سخن كده طازه. كان نفسي تكونوا معانا كنا دعونا لكم. ما بيعتقش. بص اللي مش مضيعه وقت دي. قاعده والله العظيم قاعده ولا بمليون جنيه اهي قاعده بقى. بصوا تحت الشجر يا وهيبه تحت الشجر يا وهيبه. عارفين وهيبه؟ تعملي ايه يا مال؟ فتح كلمي. بص يا جدعان بقها اعمل ازاي؟ مال بقي قرب الكاميرا كده. سيبيها بقى سيبيها. بص بقى اعمل ازاي؟ بس امسحيه. بص انا امسحها. بص بقى انا بقى نضيف. نضيف ايه؟ نضيف ايه؟ فين النضيف ده؟ اهو فين النضيف ده؟ كلها سودا اهي اهو. ما انا بقي مش حلو اهو يعني. مش حلو. مش حلو مش حلو. لا مش حلو. مش حلو خالص. بايظ. عشان بناكل دوري. بطلع حش ودي جوزك بقى اللي جعان ده. مش عايز يا محمد. محمد ما بيحبش الدوره. فعلا ما بيحبوش. بصوا يا جماعه ما بيحبوش ابدا. ما بيحبش الدور يا عم اهو. بصوا والله القريه حلوه خالص. خليها احمدي بقى بقى من الدول يا ملاك. ايه بايظ خالص خالص خالص. قوم هات الشنط الحمار هياكل الشنط زي بعض. قوم يا شيخ. خلاص افصلي بقى يا ملاك بطلي فضايح.
بتعمل ايه يا محمد؟ اللي بتقولي مش عايز ياكل اهو بياكل اهو. بص بياكل هو موطي ازاي؟ بص بياكل. فاكر ان الكاميرا مش جايباها يا جدعان اهو. شفتوا؟ اتكلمي. يلا. ايه رايكم يا حبايبي كده مدبسيني في كل شغلانه، كل شغلانه انا انا اللي متدبسه فيها. كلهم قاعدين هناك كده اهوت، هاتهم كده يا ملك عشان حبايبنا يقولوا ايه رايهم. قاعدين هناك ياكلوا ذره وانا اللي قاعده بعمل بحش بالمساعة دي يا حبايبي. يلا يا لوك، ايه رايك في عسلات؟ ايه رايك في حش ام بسمله العسل دي؟ اي اقعد كده. لا يا فريد تعبان طلع. ماك عندكم تعبين ولا ايه؟ لا مفيش ريحتهم هنا. بعرف يا عندكم انتوا بس. انا بعرف اهو يا مكوك. ايه رايك في حش خالته؟ ايوه عسل، عسل يا خالته. اهو. طب ما انت شاطره، ما تقعدي معانا وتحشي لنا بقى يا لوكا. يعني اسيب الليله اللي هناك ابو بسمله يصوت واجي انا اهو؟ سيبيكي من ابو بسمله. البنات اللي هيقولوا رايهم بقى ايه؟ يا لهوي ده تعبه. تعالي يا قطه يا حبيبه ماما اتفرجي على ماما العسل كده بقى. هقول عليك مش بتعرفي تحش. اهو عسل اهو، عسل اهو يا لوكش. ايوه كده. تعالي يا بوكشه يا ماما. لا يكون في تعبان يا مالك، كفايه كده تعبت. تعبت يا لوك. مين يعملوا حاجه؟ اوعي يكون بق من عص دور يا مالك. لا مفيش حاجه يا خالد سليم. لا والله ده كود يا كود. تعالى شوفوا لو ما ولو ما عود عود. طب تعالوا كده عود عود عود. استني يا مالك اهو. دي عود عود، دي عود عود كده. مفيش عود عود. انا بحش ب... تعالى وريني شطارتك كده. تعال اهو اهو. عسل يا ام حود اهو. شفت يا ملك؟ ايوه ما انت شاطره هي ام حود. ده انا يا بنت استاذه اهو ورئيسه قسم في تربيه المواش اهو. شفتوا جايبه ايدي يا ملك؟ ايوه يا خالد شاطره يا ملك اهو اهو. فاديه جت تعمل، فاديه الفاشله دي جت تعمل ما عرفتش. انا عماله اشتغل اهو، بعمل بقوس الذره اهو يا مالك. ايه بعمل بقوس الذره اهو. يلا كده سلام بقى يا مالك. سلام. ايه يا خالت؟ ايه والله يا ام حوده انت منورانا. نورك انت يا قلب خالته. اهو اهو يا مالك كده حلو. حلو عسل. وانا هحش كتير يا مالك. ايوه قد ايه يعني كده؟ اللي قدامك ده كله تتحش. يا لهوي ده على كده، ده على كده الكوس الذره مش هيقضي بقى. امال ايه الذره ده كله؟ انت احسن من خالتي فاديه. خالتي فاديه عملت ايه يعني؟ في شيل على الفاضي. اه جت حشت عودين وقالت انا عبيت. كفايه بقى يا مال، كفايه كده.